السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريت منذ قليل وقائع قرعة الدور الثمانية من بطولة دوري رابطة أبطال أوروبا، حيث جاءت كالتالي: سوف يلعب مانشستر سيتي الإنجليزي مع فريق بروسيا دورتموند، وفريق بورتو البرتغالي مع فريق تشيلسي، وفريق بايرن ميونخ الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وفي الختام سوف يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع فريق ليفربول الإنجليزي. وستجرى المباريات يومي ذهابا 6 و7 أبريل وإيابا 13 و14 أبريل. كما سيكون نصف النهائي الأول مكون ما بين الفائز من المباراة الأولى والمباراة الثالثة، بينما سوف يكون نصف النهائي الثالث ما بين الفائز من المباراة الثانية والمباراة الرابعة ذهابا أيام 27 و28 أبريل وإيابا أيام 4 و5 مايو. نتمنى للجميع مشاهدة طيبة، وبالتوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.